أمين، منذ بداية تطبيق اللوائح على المحركات واللي هي ربما تقل الهدف ديالها تقليل انبعاثات الغازات السامة دونك توستي كاربون ايتو ابتداء من 1996، شفنا المعايير كل مرة ترجع ربما أقصى شوية على لي كونستركتور وين يتم إضافة ربما وجير دي بارتي واحد أخرين اللي صفيوا أكثر لهاد الغازات اللي تخرج ولا تنبعث من السيارات. في أوروبا الحل هو ربما تغيير بعد مدة زمنية محددة ولا كيلومتراج بريسي هذا النظام اللي هو الفيلترا بارتيكول فاب ولا مرشح الجسيمات. ثم هنا في الجزائر ربما تكاليف تاع تغيير هذا النظام كله راح تكون باهظة، هذه الحاجة الأولى. وربما هذا التغيير تاعنا في الجزائر ما راحش يجدي نفع لأنه يعاود يتكون ماطا يعني يتبوش اون دوزيام فوا. وشنو هو الحل اللي تقدموه هنا؟ السيارات الأوروبية بالمعايير الأوروبية ما تمشيش عندنا هنا. علاش؟ السؤال المطروح يقول لك علاش في الأوروب تمشي وهنا ما تمشيش؟ مازوت. بارك الله فيك أستاذ. المازوت في أوروبا والمازوت عندنا ماشي كيف كيف. المازوت في أوروبا كاين ألترا لو سلفر وكاين لو سلفر وكاين أوف رود، هادو تروا تيب دو غازوال. كي نقولوا ألترا لو سلفر ستادير مازوت تونور دو سوفر تاعو قل من 15 بارتي بار مليون، وكاين لو سلفر تحت 500 بارتي بار مليون، وكاين أوف رود اللي نستعملوه بتات حنا هنا في الجزائر اللي فوق 500 بارتي بار مليون. دونك كاين دي كابتور لي سون سونسيبل كيما الكابتور نوكس هو سونسيبل. اون بليس دو سا لي فابريكون كيما بوش ولا سي ام اس ولا فاليو ولا تي ار دبليو في ما قدروش يخدموا دي كابتور افيكاس 100%. سما هاد لي كابتور هادو فيهم دي ماتيير لي فراجيل، يخدموا بدي ماتيريو لي يسقامو غاليا. سما لو كو دو روفيان تاع لو كابتور هذا لو كان يكثروا لو برودوي هذا لا ماتير بلوتو يسقم غالي ولو كابتور يقعد فراجيل. دونك هما في اوروبا يصراهم ثاني مشاكل، مي ابري شحال من كيلومتر الفيكول يمشي 150000 ولا 160000 باش لو كابتور هذا كيولي ديفايون. هنا في الجزائر لو كان الفيكول تخرجوا من لا ميزون تحط له مازوت تاعنا ديريكتومون مور 400-500 كيلومتر ممكن يشعل. اخ امين، على بان نسمعوا بزاف يعني من المواطنين الجزائريين يقول لك هذيك الطوموبيل ماشي ناجحه، بالك يعني السبب تاعها نوعيه المازوت اللي يكون عندنا. سا ديبون واش نسمعوا بزاف هذه الكلمه يقول لك اه هذيك غير خطك منها ماشي ناجحه. ممكن المعايير نحكي لك هنا هذه نتاع ماشي ناجحه، نحكي لك على فيكول ونحكي لك كاع لي تيب علاش ماشي ناجحه. نحكي لك على الجي ال سي مرسيدس. جي ال سي واحد المومون كانوا يقولوا يا ودي اتونسيون الجي ال سي تكولي. علاش تكولي؟ يقول لك الموتور هذا او ام 651 ماشي ناجح. انا نحكي لك على الجي ال سي من 2017 ل 2016 حتى ل 2019. شنو هي يقول لك غادي نفهم خويا. دونك الجي ال سي يقول لك نحي له لا دبلو يكولي ولا ما نحيتلوش لا دبلو ما يمشيش. صح، نجيبو ان جي ال سي في عامو 2017 صفر كيلومتر ندخلو للجزائر نعمرو له المازوت 2000 3000 5000 كيلومتر يشعل لنا لو تيمو تاع التشيك. التشيك معروف يشعل تيمو، نروحو للسكانر نديرو دياغنوستيك واش يخرج لنا. يخرج لنا كابتور ان او اكس. كابتور ان او اكس يروح. علاش؟ راني فهمتك درك كنت نهضر باللي كابتور اللي فراجيل، وحنا طونكو المازوت تاعنا غني بالكبريت غادي ياثر على الكابتور هذا. دونك لا تمبيراتور تطلع في لا شومبر دو كومبستيون. حاجه الاولى اللي تاثر سي لا كولاس ولو بلوك لا سيلندري، يتغير لا فورم نتاعو باسكو كيما نسموه غوماج، مي باسكو لا روجينيراسيون راهي تصرا بالبزاف. من بعد واش يصرا؟ كاين اللي يقول لك نروح انا ديزاكتيفي السيستم هذا، لا ديزاكتيفاسيون ولا تروبيكاليزاسيون ولا لا ميز او بوان، تتغير من شخص لاخر. سما تروح لاتولي هكا ولا تروح لنوتر اتولي، هذا يخدم اون ميثود وهذا يخدم اون ميثود، سي با باري، فهمني؟ لازم لا ميثود. هذه سي لانفورماتيك، سي با لا ميكانيك، سي با ديليكتريسيتي، هذه انفورماتيك. كيما كاين جيستيون نتاع محل ولا جيستيون تاع شركه، كاين جيستيون تاع موتور. جيستيون موتور هذه تشغلوا ان كالكولاتور موتور اللي يعرفوه بي سي يو انجين كنترول يونيت، هذه فيها لا جيستيون تاع الموتور هذا. دونك انت الا ما عرفتش كيفاش تسير لا جيستيون انفورماتيك نتاع لو كومبوزون هذا باش يسير لك الموتور غادي يصراو مشاكل يكولي. وهذاك الجي ال سي كانوا كاينين دي ميثود ينحي لا دبلو يكولي، بعد يطلع الزيت في الكارتير يتخلط مع المازوت يولي كاين مونك دو كريساج ويكولي. دارت بزاف اللقطه هذه ولاو يهضروا يقول لك اودي اتونسيون كي تقلع لا دبلو الفيكول يكولي،
هذا خطا ما يكونيش، لازم لا ميثود دو ديزاكتيفاسيون تكون صحيحه. تري بيان، نتوما واحد من الحلول سي لا ديزاكتيفاسيون، كاين واحد اخرين يبروبوز لو نيتواياج لو فيلتر بارتيكول ولا دونك اون سوبريسيون كيما قلت نتا الكترونيك بلس ميكانيك. نتوما فهمونا لو بروسيس، واش رايك في لي زوتر بروسيس اللي يديروهم باغ اكزومبل دوتر ميكانيسيان ولا تكنيسيان؟ شوف لو نيتواياج، شوف لو نيتواياج، حنا كي نخرجوا من فيكول جديد شوقي جديد راه نيتواي راه بروب اكيد. شوف لو كان نمشيو بجولف 8، نعطيك مثال جولف 8 فيها الموتور او 288 ايفو داكور، ونخلوه نخلوه دوريجين تسمى ما نحوش لونتي بوليسيون تاعو، نخلوه له الفاب نخلوه له لو جي ال ونمشيو به 5000 ونفتحوا لادميسيون ونفتحوا لو جي ال تلقى بلان دو كالامين. تسمى لو كان نديرو نيتواياج على 5000 ونعاودو نمشيو 5000 واش غادي نلقاو؟ نلقاو لا ميم شوز، نلقاو عاود لا كالامين تعمرت هذيك. دونك النيتواياج انا بالنسبه ليا هو حل حل مؤقت فقط، حل مؤقت تسمى النيتواياج نديروه باش دونك عندكم لا سوبريسيون تكون الكترونيك بلس ميكانيك، تقدر تفهم البروسيس؟ وي بيان سور. دونك لا سوبريسيون كيفاش نديروها؟ نقراو لو بروغرام الكالكولاتور، نحو لوتونومي هذيك اللي تحبس، باسكو على بالك لوتونومي تاع لا دبلو كاين اللي يحسب بلي لا دبلو لو كان ما تعمروش ديريكتومون لوطو تحبس، لا هو لو كونستركتور يخمم على اللي لو كليون تاعو اللي يستعمل السياره. سما عندك لوتونومي سا ديبون تتبدل من كونستركتور لكونستركتور، هي كي تصرا اون بان في السيستم تاع لا دبلو لوتونومي تعطينا من 800 حتى 2400 تو ديبون الكونستركتور. سما يعطيوك مهله باش تروح الورشه، يعطيك 800 كيلومتر وراهي تهبط 800 كيلومتر لو طون تلحق للورشه، ولا 2400 كيما بي اس ا تمد جينيرالمون 2400 كيما نحكوا لي جروب المون يمدوا 800. لا سوبريسيون ميكانيك، بون لا سوبريسيون الكترونيك كيما قلت لك نحو الكالكولاتور نقراو لا جيستيون، عندنا دي لوجيسيال نحو لا روجينيراسيون باسكو الا نحينا جوست لي كود دو ديفو خبينا تشيك، باسكو كاين واحد كيشوف تشيك ما كانش في الطابلو يحسب فيكول راه مليح، لا هذا الشيء خطا، لازمنا فيريفيو لي ميزور دو بارامتر، لي ميزور دو بارامتر نشوفو اسكو لا روجينيراسيون راهي اكتيف، باسكو الاخطر في المحرك وهي لا روجينيراسيون. انا دائما نانسيستي على لا روجينيراسيون، الا كانت روجينيراسيون اكتيف الموتور تاعنا راه رايح للهلاك، باسكو لا روجينيراسيون هي اللي تطلع لا تومبيراتور في الموتور ولا تومبيراتور الموتور. اذا طلعت على بالك لا تومبيراتور الموتور اذا طلعت فوق 600 ولا 700 درجه راهي تاثرنا على البلوك ولا الكولاز، باسكو على بالك لي بلوك ولي كولاس نتاع اليوم كاع راه مخدومين من الالياج الومنيوم يسوبورتي اون شالور تلحق حتى ل 700 درجه. دونك اذا كان ان ميلونج بوفر في الموتور يطلع ل 900 حتى ل 1000 درجه راه يسبب اون ديفورماسيون في الموتور، واذا كانت اون ريجينيراسيون تطلع لا فالور او جي تي اللي هي اكزوز غاز تمبيراتور تطلع بزاف وغادي تسبب منها ثاني اون ديفورماسيون اللي نسموه حنا غوماج دو بيستون غوماج تاع لي كومبوزون انتيريور في الموتور. تري بيان، تفرغوا لو فيلتر بارتيكول ابري ولا تو سامبلومون ديترو كي نسوبريميو هذا نسوبريميو لا روجينيراسيون نطيحوا لا فالور تاع النيفو دي سوي سوت ليفل، نغرقوا لي او جي ار كاين او جي باس بريسيون اوت بريسيون نبلعوهم باش ما يزيدوش يدخلوا لنا ريسيكلاس دي غاز ديشافمون باسكو يدخلوا لي كالامين لادميسيون الانتركولر من بعد يبوشينا من بعد يولي كاين مونك دو بيسونس يخرج لنا كود دو ديفو 0299 يولي بريسيون تيربو ترو فاب ما التيربو ما يقدرش يتحرك. وبيان سور لا بارتي ميكانيك هذيك راهي باينه، نحو لو فيلتر بارتيكول نفيديوه ولا نبرسيوه دي ترو وين التيربو يقدر يديجاجي لا بريسيون وسورتو ما يبرديش لا كونتر بريسيون تاعو. بعد ربما حل هذا المشكل شحال يزيد يقدر يمشي به الفيكول قبل ما يزيد عاود يصرا لا ميم شوز ولا سي بون الحل يعني نهائي؟ هذا حل نهائي، هذا الى دار. شوف انا ننصح اللي عنده ان فيكول فيها فيلتر بارتيكول ا ديبلو ينحي لا ديبلو في اقرب وقت، باسكو شحال ما طول بالفلتر بارتيكول اكتيف شحال ما راه غادي يسبب مشاكل اخرى من بعد. تقريبا نعاود نسقسيك ربما في نفس السياق، كاين بزاف ناس دوكا راهم يستوردوا ربما سيارات خاصه الجديده المجهزه بمحركات ديزل وحتى بنزين يعني مون تروازا، دونك البعض منها فيها فلتر بارتيكول هذا السيستم يعني مرشح للجسيمات، واش تنصحهم انت امين عندما يستوردوا هذا النوع من السيارات باش ما يكونش عندهم مشاكل لا في الجزائر وربما المحرك تاعهم يتخسر؟ سوبريمي الفلتر بارتي تروبيكاليزي لو فيكول تاعك في اقرب وقت، اذا كان كاين حل، باسكو من جوان 2021 الى يومنا راه كاين ان شونجمون دو بروتيكسيون، لي كونستركتور كيما بوش
بدلوا لا بروتيكسيون. دونك كاين بزاف سيارات ما عندهمش حلول كيما الكيا 1.6 ما فيهاش حل راك فاهمني، كيما لي نوفال مرسيدس ما عندهمش حل، بي ام ما عندهمش حل، بي اس ثاني رونو كاع لي نوفال كاس ما عندهمش حل. يعني ربما هناك سيارات لازم يتفاداوها ما يشروهاش ما يجيبوهاش من الخارج لهنا لانه ما تنجحش وما كاش حل ديالها. ما تنجحش بور لانستون، ما تنجحش بور لانستون، ما تنجحش، ما كاش حل. في بلادها تنجح لكن هنا ما تنجحش، هنا ما تنجحش. في بلادها تمشي 150,000 140,000 يصراو مشاكل، كاين دي بياس دوزور كيما ديسك دومبرياج كيما بلاكيت دو فران، سي دي بياس دوزور هادو يمشوا. ما تقوليش خاطر كاين اللي يقول لك ما في اوروبا وصرات لنا، حنا عندنا في لي ريزو سوسيو نقراو دي كومونتير يقول لك واحد حنا في اوروبا راك فاهمني وصراو لنا هاد المشاكل. و ميم سي با لي ميم ديستونس، في اوروبا يمشي بها 100,000 تدير له مشكل، هنا يمشي بها 2,000 كاين البلان الاول تاع المازوت تشعلو. امين اكيد اللي راح يشوفوا الحصه هذه راح يتساءلوا يقول لك انا راني حاب نجيب وحده او نجيب سياره جديده من اوروبا ما نستناش الوكلاء، لانه انا نشوفوا باللي لاكتيفيتي ديال الامبورتاسيون راهي متوقفه منذ مده، راهم يستناو كامل في كوتا 2024 باش يولوا يتسوقوا سيارات هنا في الجزائر. سيد محتاج سياره حاب يجيبها ديزل، واش تنصحوا انت كعلامه ولا كسياره ولا مجموعه من السيارات اللي تنصح بها الزبائن؟ الحل اللي راه كاين دروك، السيارات اللي راهم ناجحين وانا نقدروا نريكليوهم ويمشوا بلا مشاكل، بصح ا كونديسيون لازم يديزاكتيفي السيستم في الاول في الديبي، الا ديزاكتيفيه من بعد غادي يولي كونسوماسيون دويل. كاين لي الفيكول الجديد يقول لك دير 10,000 كيو 5 ولا تيغوان 10,000 يقول لك اودي راه يتكونسومي لي في الزيت. علاش؟ باسكو ما ديزاكتيفاش السيستم في الديبي راك فاهمني. لي فيكول لا جام الوحيده اللي راهي نقدروا نخدموها وهي لو جروب فاك حتى 2024. سيارات المانيه ما كانش، بي ام ما كانش، بي اس تاني ما كانش، رونو ما كانش. امين كيفاش هادو اللي يبان لك اصحاب هادو انظمه الحمايه كيف ما خمموش يعني على يعني هذيك السياره انها في البلدان واحد اخرين ما تنجحش؟ يعني موجهه محدده هذه لو كونستركتور كيخدم سياره خدمها ديستيني بور لوروب. حنا لو كان العملاء نتاعنا يامبورتيو دي فيكول ديستيني لافريك يخدمونا اون فيرسيون ديستيني لافريك كيما كانوا لي فيكول تاع سوفاك اللي ما فيهمش فلتر بارتيكول كيما سيات ليون تاع اليتي. كاين سيارات ما فيهمش فلتر بارتيكول ونجحوا نجحوا ومشاو والحمد لله. اكيد انت قلت لي دركا يقدروا يجيبوا من عند لو جروب فاغيتو، واللي حاب يجيب ايسونس هل راح يكون عنده نفس المشكل يجيب مون 300 ايسونس باغ اكزومبل علامات فرنسيه حتى لجوان 2000 كيما نشوفوا الان دو بيور تاعك باغ اكزومبل. شوف حنا نقولوا حتى لا برودكسيون ما نحكوش على الماتريكول، برودكسيون جوان 2021 الى لو كالكولاتور خرج مور جوان 2021 غادي تكون كاينه صعوبه باسكو ميم ليسونس فيه فلتر بارتيكول. لو جروب فاك كاع يخدم زيرو لي نورم اورو 6 اوبليجا ولا لو فلتر بارتيكول في ليسونس. دونك حتى ليسونس ابري جوان 2021 ما كانش حل. راني نحكي لك الى يومنا، ممكن غدوه يكون كاين حل. تربيه شنو هو الفرق ما بين سياره مسوقه هنا من طرف وكيل باغ اكزومبل سي اون دون لا مارك نقولوا اوبيل عنده ان دو بور تاك جاب سياره جديده واللي يروح يستوردها مواطن من الخارج شنو الفرق؟ نفس المحرك 1.2 بيور تاك سي كوا لا ديفيرونس في المعايير؟ الفلتر بارتيكول هذا ماك وحده فيها وحده ما فيهاش. ولو كان تجيبها مليك فيها فلتر بارتيكول وتنحيه الا قدرت تنحيه الا قدرت تاكسيدي لو بروغرام باسكو لاكسي لو بروغرام دوك راهم يصعبوا لنا لاكسي لو بروغرام. بارك الله قبل جوان 2021 كنا نقدروا ابري جوان 2021 ما قدرناش الى يومنا هذا. ممكن من الغدوه تكون كاينه دي بلوكاج تاع لا بروتيكسيون هذه ونقدروا نخدموا بكل سهوله. يعطيك الصحه امين بارك الله فيك على كل هذه المعلومات. مرحبا يعطيك الصحه شوقي على هذه المعلومات اللي استفدنا منها كامل وراجعين معكم.